وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 427 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 274 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 192 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 52 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 30 طن أسمنت. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 613 قضية من بينها 96 قضية خبز ناقص الوزن و79 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط 7 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 60 طن أقماح محلية. في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية.